توحشها ليا في خضري للغانها ضربي وحدي انقطعوا اخبارها شصرالي وشتي اصرالها اي قلبي انتي سبيبي عيشتيني بالدود حي عليا كل يوم نحيا ونموت طال الحين مبغاش عليا يفوت. اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم نسمة كارتاج باي تونيزي تيليكوم على قناة نسمة. احنا توا في مهرجان كارتاج، المهرجان اللي على ركحه تعزفت وتغنيت جميع الموسيقات العربية والعالمية، والليلة بالتحديد باش نحكيو على موسيقى قريبة برشا من التونسي حبها ويسمعها. الموسيقى هذه هي موسيقى الراي مع الجزائري كادير جابوني. زعما الببليك التونسي اللي جاي حافظ الاغنيات نتاعو سيغتالمون، باش نمشيو مع بعضنا نكملها حفلها. بيبي عايشتيني في الدود حيا عليا كل يوم نحيا ونموت ودار الحال ما بغاش عليا يفوت. هراي هراي غيتي لك مال وكلتي صاي وانا في عشقك وحدي مبطاي. هذا شرف لي كبير وهذا دي محطة، هذه المحطة مهمة في مسيرتي الفنية، وأنا فرحان أن طلعت اليوم على هذا المسرح بعد المسارح الدولية اللي قمت بها الحمد لله. كان خصني هذا المسرح لازم نكون فوقه، ما دام هذا المسرح غنوا فيه بزاف عمالقة تاع فن وجازوا عليه بزاف دي زارتيست، دونك راني فرحان بزاف. الببليك التونسي ببليك معروف، ببليك ذواق يعرف الفن. اليوم انا فرحان كي غنيت قدامه ودرت هذا العرض قدام
هذا الجمهور التونسي وما ننساوش انه كان ثاني جزائريين. الحمد لله انه التفاعل كان موجود، التجاوب كان موجود، وهذه الحاجه اللي فرحتني، خليت الناس يردوا الاغاني ويعاودوا كاع الاغاني تاعي. هذا شرف ليا باش نكون انا تروازيام شونتون اللي غني فوق المسرح قرطاج بمر خالد ومامي. هذه تعتبر بالنسبه لي قفزه مهمه في مسيرتي الفنيه، وان شاء الله نعاود نولو لهذا المسرح، لانه المسرح الحقيقة انه اليوم ربيت واحد العلاقه بيني وبين هذا المسرح ان شاء الله اللي راح تعاود ان شاء الله في المستقبل. عملنا جو شخنا، ان شاء الله يجينا مره اخرى كادر جابوني غنينا معاه. يودي سهريه مهبوله ويرحم والديهم، اقوى حكايه عملوها من الاخر، اقسم بالله اقوى حاجه عملوها من الاخر مني انا. هذي كان سهريه ياسر طياره وتفتق تفتق تفتق وبدلت برشا جو. كله برافو، ان شاء الله يكمل هكا. وتونس هذيك عباره تزير، احنا تزير بلاد واحده معناها، ان شاء الله ديما تونس فرحانين عاملين جو. وحدي صراحة سهرة عالمية، ومحليك يا تونس ومرحبا بكم، عندي منقول يعني تمتعت. Ben en fait voilà, on est des touristes et franchement on adore Kader japonais puisqu'on l'a déjà vu en France et tout ça. Et puis voilà, donc ma fille elle connaît toutes ses chansons par cœur et nous on adore. عمل جو كبير. قايش نزيدو نكتشفوا الفنان نتاعنا ونخيروه ما بين حاجتين ونشوفوا شنو يختار. هذه الروبريك نتاعنا لف لف. مارسي مارسي، بزاف لي زالجيريا في مارسي، وانا نحب مارسي وبكري لوامة. سلطة نحبهم للزوج، بصح لازم نخير واحد. بون خالد نحبو ومامي نعزو ونحبو ربي يخليهم، باسكو هما اللي خرجوا الراي وعملوا بزاف باش الراي لقى مكانته العالميه. هاو حمام، الزواج هو الاستقرار، ومادا بينا احنا نتزوجوا ان شاء الله. انا فان تاع شاب نصرو ونموت على حسني، ربي يرحمه ان شاء الله. في الدار في الدار، نحب الدار انا، حسيني ما بزاف. انا الجيروا الجيروا، وليد باب الواد، وليد حي شعبي، وزدت باب الواد وفي الجي، وبلادي كبيره ونحب كاع بلادي. الحمراء منور ياسر، الزرقاء منور، قد قد الملح.
تبقى موسيقى الراي قريبة برشا برشا للشعب التونسي وقريبة برشا برشا للبوبليك كيما ريتو البوبليك التونسي كيما العادة والعويد يحفلها ويشتح ويربخها على الاخر على الاخر انتوكا كادير جابوني ما قصرش حتى طرف يعطي ألف صحة سينو انتوما كان تحبوا تعودوا تتفرجوا فينا نجموا تدخلوا عشان يوتيوب تونيزي تيليكوم بالنسبة للحلقتين الجايين والليدودات الجايين لو 1 اوت ان شاء الله تتفرجوا في أرجنتينا تانغو ولو 3 اوت في تسوكيرو احنا نعودوا نتلقاو في حلقة جديدة من نسمة كارتاج باي تونيزي تيليكوم عشقك وحدي بطايا